مرحبا بك معنا عمو. الله يسلمك. وش راك؟ الصحة بخير؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب. يا عمو، سؤالنا الاجتماعي العدد اليوم يقول: ما هي أكبر مخاوفك؟ وش مالك يا في هذه الدنيا؟ وش من الحاجة اللي تخاف منها بزاف؟ الحاجة اللي تخوف الإنسان هي إنسان يخسر والديه الأولى، هذه أكبر المخاوف. والعائلة، تفكك الأسري، هذه هي حاجة واحدة أخرى. وشنو؟ الرزق على ربي، كل حاجة تجي من عند ربي سبحانه. يعني انت الحاجة البالك اللي تخاف منها بزاف هي انه العائلة تتفكك. هذا ما كان هما مع الناس، الانسان يكون لاباس به، ما يكون حق ناس يمشي رجله يصلي صلاته، يكون مع ربي لاباس. كاين الناس يقول لك خاف الموت، الموت على الجميع، كاين عم ديجان يموت وكاين كبار. الانسان اللي يكون صافي مع ربي ما يخاف والو، يخاف غير من الوالدين، يخسر والديه، يخسر لا فامي، هذا واش كاين حاجة واحدة اخرى. ما ربي يحفظ الوالدين ان شاء الله، وربي ان شاء الله يخليكم دائما ملمومين. يعطيك الصحه، بارك الله فيكم. ان شاء الله يا ربي. صحه على هذه الامور اللي راكم ديروها باش الناس توعى، والقناه تاعكم بارك الله فيكم مشكورين. ان شاء الله يا ربي. نخاف حاجه بزاف، نخاف نفقد والديا، نخاف الوالديا، نخاف نفقدهم في الحياه هذه. ربي يحفظهم لك ان شاء الله، وربي يطول في عمرك. يعني هذه اكثر حاجه بالك تخاف منها؟ ونخاف نفقد والديا، ونخاف من عذاب القبر، سورتو عذاب القبر على بالك، سورتو واحد كاين تحط في القبر والله ما عارف روحه مثلا واش حيصرى في قاعتك، امورك شغل امور غيبيه ما يعلمها الا بارك الله فيك. بالنسبه للخوف، هو كل انسان، كل كائن حي متعرض لضغوط ومتعرض لمخاوف. هو على كل حال الخوف كاين خوف طبيعي، خوف غير طبيعي. الخوف الطبيعيه هي الامور الانسان اللي ما يكونش متوقع النتيجه تاعها، يخاف منها اوتوماتيك. مثلا انسان، يعني انت من واش تخاف من في الدنيا؟ بالك مش من حاجه تخاف منها. بارك الله فيك. انا شوفي، انا الاولى كمسلم عربي نخاف ان الانسان غدوه من الغدوه يموت، ولا سبحان الله ما يكونش خادمها مليح، على هذاك الانسان دائما تلقاه يحرص ويبادر. هذا خوف. خوف ثاني واحد اخر اللي يخاف منها انا مثلا في حياتي هكذا، في حقيقه ما عنديش خوف. انا ما عنديش خوف في حياتي الاجتماعيه ولا حياتي النفسيه، لاني انا مصلح اجتماعي، مدرب في التنميه الذاتيه وتطوير الذات وتكوين المهارات. لهذا انا درست هذا المجال، ما عنديش تخوف، عندي ثقه بالنفس. الحاجه اللي خاف منها في الدنيا هذه بزاف فراق الوالدين، وثاني حاجه الكلاب. تخاف من الكلاب؟ اول حاجه ربي يحفظ لك والديك ان شاء الله، وربي يطول في عمرهم. علاش تخاف من الكلاب؟ هكذا شغل الكلاب حاجه شغل حاجه تخوف هكذا، ما على بالي شغل حاجه تخوف بزاف، شغل ما تقدرش كيفاش حتى ديفونسي على روحك، دافع على روحك، ما شغل تولي نفس ضعيفه كي فاهمه. تخافهم وانت صغير؟ ما جراش موراك بالك كلب ولا هكذا وليت تخاف منهم؟ لا، جرايا مورايا كلاب وليت سبايدر مان. يعطيك الصحه. مرحبا بك معنا. بيك يسلمك. واش راك؟ الصحه بخير؟ والله الحمد لله، وتك تعودي بخير، انا نعود بخير الحمد لله يا رب، وتعود الجمهور بخير ورئيسنا بخير. انا نفرح بهذا الحوايج. الحمد لله، ان شاء الله ربي يدومها النعمه علينا. اللهم امين يا رب العالمين. ونهديها لبلادي، القريه تاع مدوكال، ونهديها لاولادي، ونهديها لاصحابي. هذه الكلمات اللي غنقولهم نهديها لهم ليهم. نعم. الحاج، سؤالنا الاجتماعي العدد اليوم يقول: ما هي اكبر مخاوفك؟ وش الحاجه بالك الكبيره كامل اللي تخاف منها في هذه الدنيا؟ انا اختي لا اله الا الله محمد رسول الله هي الاولى، نشاهد ونستغفر ونطيع ربي ونصلي، ونخاف منها صح. لو كان ما نصليش يقبضني خوف، ويقبضني مرض، يقبضني توسويس. والدنيا هذه لو كان الانسان ما يطيعش ربي سبحانه ويتوجه ليه بوش قال ربي سبحانه، راه يخاف من اي حاجه يخاف منها. وانا ماذا بيا نطيع ربي ونصلي ونزكي ونطيع الوالدين، نطيع والو، حتى الزوجه تاع نطيعها، لخاطر طيعتي لازم نطيعها. هذه هي بنتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ربي يثبتنا على الدين يا رب. اللهم امين يا رب العالمين.